مرحبا صبايا، رجعت لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو رح احكي لكم عن شرائح بيت الشمعية. بنات انا وعدتكم بهيك فيديو لانه بصراحة عملت فيديو انا عن الشمع والواكس، فانا ما حبيت المنتج نهائي وحكيت لكم الاسباب، ورح احط لكم كمان تحت صندوق الوصف الفيديو لتشوفوه. اوكي خلينا نرجع لموضوعنا. هلا بنات حورجيكم اياها من جوا. طبعا مش حاطه مناكير اليوم، قاعده بجرب منتج للعنايه بالايدين والاظافر، وبدي اشوف النتيجه واحكي لكم عنها. هلا بتيجي هي فيها 20 شرائح شمعيه، يلي هو 10 مثل هيك. لما تفتحيها هاي بتلاقي فيها تنتين على هاي الجهه وعلى هاي الجهه شمع مثل ما انتم شايفين. في كمان بيجي معهم 4 مناديل، هدول المناديل تستخدميهم بعد ما تشيل الشعر الزائد. طبعا هدول بكون عليهم زي زيت، تقدري اذا خلصوا من عندك او هيك زيت جانسون للاطفال. هم كاتبين لك بشكل عام بالتعليمات انه الاستعمال انه الافضل انك تحطي بودرة اطفال على جلدك او بشرتك وبعدين تستخدميها، تعطيكي نتيجة اكثر فعالية. اوكي هلا انا جربتها مع بودرة اطفال وبلا بودرة اطفال، حسيت نفس النتيجة. طبعا هم كاتبين لك بالتعليمات كمان انه انت ما تستخدميها على نفس المنطقة اكثر من مرة، اذا بدك تستخدميها بتستخدميها على المنطقة مرة واحدة بس، ما ترجعي تعيدي عليها. اذا بدك تعمل جسمك طبعا ايديك واجريك كاملات، انا بعتقد انك رح تحتاجي تنتين. سعرها يمكن 17 شيكل 20 شيكل، يعني 20 ريال سعودي هيك بهاي الحدود. انا بعتقد انه سعرها غالي، نتيجتها منيحة اوكي بس سعرها غالي. فعليا الشرائح بتشيل 80% من الشعر، رح يضل في شوية شعر، فبنصحك بعدها تستخدمي ماكينة الشعر او شفرة الحلاقة اذا كنت ما عندك مشكلة تستخدمي الشفرة لحتى تشيل الشعر بشكل كامل. رح اورجيكم هلأ ماكينة الشعر اللي قصدي عنها اللي بتشيل الشعر. هاي الماكينة اللي بستخدمها اكيد كلكم بتعرفوها وكتير منيحة هاي، اذا كان الشعر كتير قصير وما بتشيله شرائح بيت ولا بتشيله العائدة فهاي كتير منيحة رح تنفعك. لازم تكون عند كل بنات مثل هاي الماكينة. احسن نوعية من هاي المواكن يلي هي براون لسه احسن من هاي بكتير. استخدمتها فترة طويلة وكتير كنت حاببتها وهيك، ومثل ما حكيت لكم يا بنات سعره شوي غالي صح، بس مريح بصراحة، مريح اكتر من العقيدة. يعني خلص بتفتحي هيك وبتحطيها دغري على ايدك، لا بتصيحي عقيدة ولا اشي تاني، منيحة وبتعطي نعومة للجلد. ورح احط لكم كمان رأيي بالواكس بشكل صريح وبدون اعلانات تحت بصندوق الوصف، اذا بتحبوا تحضروه افتحوا عليه. وشكرا لكل حدا حضر الفيديو للاخر، بتمنى تكونوا استفدتوا وبشوفكم في الفيديو الجاي. باي.